فخر العرب بيختفي من السوشيال ميديا وابل ناوية تستثمر في مصر. اهلا بيكم في حلقة جديدة من الويكلي نيوز، انا احمد عزيز من عرب هاردوير. ولو دي اول مرة تفرج علينا اتأكد انك عامل سبسكرايب للشانل ومفعل جرس النوتيفيكيشن علشان يجيلك نوتيفيكيشن اول ما ننزل حلقة جديدة. بردان النهاردة وتعبان وحالتي حالة كده. الأسبوع اللي فات السوشيال ميديا كانت مقلوبة على خبر إن محمد صلاح ابننا قرر يقفل كل أكاونتس بتاعته على السوشيال ميديا، خصوصاً إنه كان بيتكلم في آخر تويتة ليه عن أول قرار ليه في 2019، وإنه قرر إنه يهتم أكتر بالتواصل الفعلي مع الناس على أرض الواقع، ومش بس مجرد التواصل الافتراضي على السوشيال ميديا. ناس كتير ابتدت تربط الموضوع ده بإنه هيسيب ليفربول، وناس تانية ربطوه بخناقاته المستمرة مع الاتحاد المصري، وناس تالتة طوب الهجوم الاخير عليه من الجمهور انه بيمثل علشان ياخد ضربات جزاء. لكن الاغلبيه قالت ان محمد صلاح اعتزل السوشيال ميديا علشان محتاج يركز الفتره اللي جايه اكتر ويحافظ على صداره هدافين الدوري الانجليزي. ما فاتش ساعات على الكلام ده وقامت شركه دي اتش ال منزله اعلان احنا وصلنا لصلاح ونقدر نوصل له اي حاجه انت عايزها. تاني يوم على طول صلاح نزل صوره ليه وهو بيستلم فعلا طرد من دي اتش ال بعد ما كان تقريبا خسر 75% من الفولورز بتوعه على تويتر. ايا كانت وجهه نظرك ما نقدرش نختلف ان محمد صلاح بقى براند بجانب كونه لاعب، وطبعا من حقه يعمل اعلانات زي دي، خصوصا انه في مايو اللي فات تعاقد مع دي اتش ال علشان يبقى البراند امباسادور بتاعهم في الشرق الاوسط. واكيد برضو ما نقدرش نختلف ان اعلان الكامبين بتاع دي اتش ال عبقريه، خصوصا ان هم اخدوها للنكست ليفل وعملوا زي مسابقه كده هيكون فيها 50 فايز يقدروا يبعتوا هديتهم لمحمد صلاح ببلاش وبدون اي تكاليف. السوشيال ميديا حاجه كويسه، لكن لما بتشوف حاجه في ايدك وتلمسها بيبقى الموضوع مختلف تماما، تبقى متصل بيها بمشاعرك وبعقلك غير انك شايف صورة عادية وخلاص شفتها مرة ومشيت. واو جدا فوتوشوب. في معرض CES اللي فات 2019 انفيديا اعلنت انها جاهزه اخيرا لتقديم كروتها الجديده RTX في اكتر من 40 لابتوب، والمفروض النهارده اول يوم لتوفر اللابتوبس دي في السوق. احنا متحمسين جدا نشوف ونجرب اللابتوبس دي لثلاث اسباب. الاول ان انفيديا عودتنا من ساعه معماريه ماكسول ان اداء نسخه الكارت اللي في اللابتوب بتكون تقريبا نفس اداء نسخه الديسكتوب، او يمكن بتكون اقل منها بنسبه بسيطه ما تزيدش عن 15% في اسوأ الاحوال، والنسبه دي قلت حتى اكتر مع معماريه باسكال. فاحنا مهتمين نشوف اللي معمارية تيورينج هتقدر تقدمه في النقطة دي، هل هتقضي على الفرق ده تماما ولا لا؟ السبب الثاني والمهم جدا هو تقنية ماكس كيو، التقنية اللي وصفناها قبل كده بانها الحل السحري لكل مشاكل اللابتوبس. فخلوني اقول لكم شوية معلومات سريعة كده عن تاريخ اللابتوبس كان ماشي ازاي. قبل معمارية ماكسويل كانت اللابتوبس بتيجي بكارت شاشة مخصوص ليها، واخد نفس اسم الكارت اللي في الديسكتوب بس جنبه حرف ام، حرف الام ده لوحده كان كفيل انه ينزل اداء الكارت الاصلي للنص. وجت انفيديا اخيرا بمعمارية ماكس وحلت لنا المشكله دي وقللت الجاب بين نسخه اللابتوب ونسخه الديسكتوب. لكن فضلت الثلاث مشاكل الازليه في اللابتوبس: الحجم الكبير جدا، الصوت المزعج جدا، والحراره العاليه جدا. والثلاث مشاكل دول كانوا بيزيدوا كل ما قوه الكارت اللي في اللابتوب تزيد. لو فكرت فيها هتلاقي ان الصوت العالي بيجي نتيجه مراوح التبريد، وفي نفس الوقت الحجم الكبير والسمك الكبير بيجي برضو بسبب نظام التبريد. يبقى الحل المنطقي اننا نستبدل نظام التبريد ده بواحد اصغر، بس في الحاله دي اللابتوب هيسخن جدا، وده اللي خلى انفيديا تبتكر وتعدل على نظام الفي ار ام واستهلاك الطاقه، وبالتالي توصل لنقطه التوازن المثاليه اللي بتاخد عندها اعلى اداء ممكن باقل طاقه ممكنه، وبالتالي نظام تبريد اصغر وبالتالي سمك وازعاج اقل، وده اللي في الاخر بيخليك توصل ان يبقى في شنطتك لابتوب بسمك 18 ملي وبقوه جباره زي الـ RTX 2080. السبب الثالث بقى اللي مخلينا متحمسين لللابتوبس الجديده هو ان لابتوبس الجيل القديم بمعماريه باسكال اكيد سعرها هيرخص، فتابع السوق كويس الفتره اللي جايه دي حتى لو مش هتشتري الجديد. لابتوبس جي تي اكس ماكس كيو لسه قويه جدا مع معظم الالعاب وبتقدم اداء مرضي جدا. لو لسه ما اشتركتش في بطولة فورتنايت اللي في كايرو فيستيفال سيتي مول فانت فايتك كتير جدا، دي اخر فرصة ليك انك تشارك في المسابقة علشان تنافس على 6 بلاي ستيشن 4، ولو انت شاركت فعلا خلاص في المسابقة فتأكد انك تحضر النهائيات يوم الجمعة اللي جاية 1 فبراير في كايرو فيستيفال سيتي مول، احنا هنكون موجودين ومعانا مجموعة كبيرة جدا من الانفلونسرز طول اليوم من الساعة 11 الصبح للساعة 11 بالليل، نشوفكم يوم الجمعة اللي جاية.
لو فاكرين من 3 حلقات كده كنا كلمناكم عن خبر ان مصر هترفع قضية على ابل بسبب مخالفتها قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بسبب AKM وكيل شركة ابل اللي بيحتكر تقديم منتجات ابل في الشرق الاوسط كله. يا باشا تعال توديني في داهيه وخلاص، هو انا كل ما اقولك حاجة تلفها وتعمل منها قضية؟ الجديد بقى ان رئيس الوزراء المصري كان في مناقشات مباشرة مع الرئيس التنفيذي لشركة ابل تيم كوك بيشجعوا فيها على الاستثمار في مصر بشكل مباشر بحيث ان مصر تبقى مركز تصنيع استراتيجي في الشرق الاوسط، خصوصا مع رخص سعر العماله في مصر وخطط اصلاح التعليم وتوفير مليون تابلت لطلبه الثانويه العامه سنويا. من الناحيه الثانيه بقى تيم كوك قال انه متحمس للفكره، خصوصا ان ابل مهتمه جدا بفكره تطوير واصلاح التعليم عن طريق التكنولوجي، وشايف ان مصر ممكن تستفيد كتير جدا من خدمات ابل في النقطه دي. فلحد ما يتحول من كلام على ورق للشغل على ارض الواقع تابعونا علشان هنغطي لكم اي جديد في الموضوع ده. فريق عرب هاردوير النهارده في باريس وفي اليابان علشان نغطي لكم اطلاق لعبتين من اهم الالعاب اللي جايه الفتره اللي جايه. اللعبه الاولى وهي ذا ديفيجن 2 اللي هتنزل يوم 15 مارس اللي جاي بدبلجه عربيه فصحى، فاستنوا احمد خالد قريب جدا من باريس علشان يقول لكم رايه وتجربته للعبه. في نفس الوقت برضو سايسر او عمرو شاهين دلوقتي في اليابان علشان يغطي لكم حدث اطلاق لعبه انثم اللي هتنزل يوم 22 فبراير اللي جاي، فاستنوا برضو قريب جدا عندنا هنا على القناه راينا عن اللعبه، خصوصا بعد فشل نسخه الديمو بعد ما كانت ناس كتير جدا متحمسه ليها. يوم 4 يناير اللي فات ظهر حساب على انستغرام اسمه World Record Egg، الاكونت ده ما بيعملش حاجه في حياته غير انه بينزل صوره بيض. والله العظيم بيض بس. الغريب في الموضوع ان اول بيضه دخلت موسوعة جينيس كاكبر صوره على انستغرام عليها لايكس باجمالي 51.4 مليون لايك واكتر من 3 مليون كومنت، وبكده قدرت البيضه الخارقه دي تتفوق على عارضه الازياء كيلي جينر اللي كانت في المركز الاول ب 19 مليون لايك. كيلي ما قدرتش تمسك نفسها وخرجت عن شعورها بمجرد وصولها للمركز الثاني وقامت قالت البيضه. الغريب بقى في الموضوع ده اكتر من الغرايب اللي فاتت يعني ان البيضه بدات تفقس، والاكونت ده بدا ينزل صوره للبيضه دي وهي بتشقق حته حته، ولسه عدد اللايكس والمتابعين بيزيدوا واحده واحده. محدش عارف ايه اللي بيحصل ده وليه الانترنت بقى مكان غريب جدا، خصوصا لما تسمع الولد اللي بيدعي انه السبب في انتشار الكبير للترند الغريب ده، وهو بيقول ان صحيح ساعد البيضه تنتشر لكن الفضل الاول والاخير يرجع للفرخه اللي بيضت البيضه الخارقه دي. خلال الاسبوع اللي فات ده اعلنت اونر عن موبايل اونر فيو 20، اول موبايل من الشركه بيجي بلوتش على شكل جزيره او هو البونش محفوره في الشاشه. يمكن كان في موبايلات تانية سبقت الموضوع ده زي سامسونج A8S ونوفا 4، لكن الموضوع المختلف هنا والحلو جدا ان ده اول فلاكش بيجي من اي شركه بالهول كاميرا. انا بصراحه شايف ان الموضوع ده انها النوتش تماما، مفيش اي مبرر دلوقتي لاي شركه انها تنزل نوتش في موبايلها. الترند ده هيبقى ترند 2019 وهنشوف موبايلات كتير جدا اولهم ممكن يكون الاس 10. الموبايل دلوقتي متاح في السعوديه والامارات ومفروض انه هينزل مصر خلال ايام، فاستنوا المراجعه الكامله قريب جدا عندنا هنا على القناه. ولو عايز تعرف رايي المبدئي في الموبايل اتاكد انك تشوف الفيديو اللي ظهر لك دلوقتي من الاول. بعد نجاح ببجي موبايل الكبير، شركه ببجي كوربوريشن قررت انها تنزل نسخه مجانيه من اللعبه برضو لكن على البي سي. وده على عكس نسخة ستيم اللي تمنها 30 دولار تقريبا. النسخة المجانية من اللعبة اسمها ببجي لايت متوفرة حاليا للتجربة في تايلاند، لكن على حسب كلام المطور فاللعبة ممكن تنزل في أماكن تانية لو التجربة الأولية ليها كانت ناجحة، لكن لازم تبقى عارف إن النسخة دي مبنية في الأصل على نسخة الموبايل مش نسخة ستيم، وبالتالي تقدر تتوقع من دلوقتي إن الجرافيكس هتكون أقل بفرق واضح جدا عن نسخة ستيم. في نفس الوقت بقى لكن في ببجي موبايل الحقيقية في أبديت جديد هينزل قريب هيقدم مود الزومبي لكن لسه في مرحلة البيتا، فتقدر دلوقتي تحمل نسخة البيتا من ببجي موبايل وتلعب مود الزومبيز بحجم 1.7 جيجا بايت. وما تقلقش لان نسخة البيتا مش هتمسح النسخة الاساسية من اللعبة، وخد بالك كمان ان مود الزومبيز بيفتح كام ساعة بس في اليوم. لما تيجي تشتري هارد اكسترنال جديد ناس كتير هتنصحك انك لازم تشتري اتش دي دي غالبا علشان ارخص ومساحته غالبا اكبر، وفي نفس الوقت غلط انك تستخدم الاس اس دي بتاعك في عمليات نقل كتير لان ده بيقلل العمر الافتراضي بتاعه، لكن بصراحه التفكير ده مش دايما صح الا لو انت عايز تشتري حاجه تخزن عليها الداتا بتاعتك وخلاص، لان من الناحيه العمليه بقى بالنسبه لشخص بيستخدم اللابتوب بتاعه كتير وبيشيله معاه في كل حته وبيسافر بيه برضه، فالحقيقه انك محتاج اولا حاجه سريعه وثانيا يكون شكلها حلو وثالثا وده الاهم يكون حجمها صغير. علشان كده
احنا مؤخرا بدلنا الهاردات الاكسترنال العاديه بتاعتنا باس اس دي علشان تكون معانا في كل حته وفي سفرياتنا بالذات. يمكن دي مش اصح حاجه، لكن عند مرحله معينه انت كل اللي بتبقى محتاجه حاجه سريعه وتنجزك وفي نفس الوقت تكون خفيفه وتشيلها في جيبك او محفظتك. وده يمكن بالظبط اللي شركه ترانسند قدمته لنا مع وحده اي اس دي 220 سي، اصغر واخف اس اس دي في السوق بوزن 31 جرام وفي حجم ايدك او الكريدت كارد بتاعتك. والأهم من ده كله سرعة قراية وكتابة عالية جدا تساعدك في النقل بسرعة من غير انتظار كتير. تخيل مثلا كده في جيبك اس اس دي بحجم 240 جيجا مثلا وسرعة قراية وكتابة 400 ميجا في الثانية وبسعر $65. ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الاس اس دي ده راجع اللينك اللي في الديسكريبشن. واسيبكم مع فقرة فيديو الاسبوع من غير ما اعلق عليه، وقولونا رأيكم في الفيديو ده في الكومنتس تحت. Or Vagana, whichever will it be. Set the fuck down, T-Series, I'm here to spill the real tea. You're trying to dethrone me from spot on number one, but you in the air, you lose, so best think you haven't won. When I'm through with you, we're gonna be completely fucking done, cause we only just begun. I review you, zero by bitch gone. So come on, T-Series, looking hungry for some drama. Here, let me serve you bitch lasagna. Bitch lasagna, bitch lasagna. T-Series ain't nothing but a bitch lasagna. دي كانت كل الاخبار اللي معانا النهارده. لو عايزين تعرفوا تفاصيل اكتر عن الاخبار دي زوروا عرب هاردوير.net والانستغرام تويتر فيسبوك يوتيوب. باي.